معكم مع كركوشوف لوكس. في هذا الفيديو ان شاء الله غنضربوا مندي يعني واحد الدويره في مدينه تيكوت العربيه ديالها خاص تكون من المدينه غنضرب العربيه ديالها واحد الطريق تيقولها طريق اتش من قاسم سيدي بوعيشه. Thank you.
جيت بغيت نشارك معكم هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا في البيكاراسي. هذا الشهر ما بغيتش نحيدو على البرد، عندي سيكليزم ما بغيتش نحيدو. بغيت نشارك معكم هذه البلاصه. كيقول لها يعني اج بن قاسم، كيقول لها سيدي مبارك. البلاصه سيدي مبارك سيدي بوعيشه، يعني طريق سيدي بوعيشه لهيه هنا خل سيدي مبارك. بغيت نشارك معكم هذه البلاصه هذه، يعني هذه المنطقه هذه منطقه زوينه، منطقه فلاحيه كلها. غادي نحاول نشوف الصوت، وانا اسف الى جات شي حاجه في الاخوان في الفيديو، يعني ما عجبتكمش ولا شي حاجه. ديما خليو لي كومونتير، قولوا شنو اللي ما عجبكمش في الفيديو، مثلا واش المونتاج، واش الصوت ما مزيانش، واش شي حاجه مهمه ما عجبتكمش قولوا لي في الكومونتير. وكنشكركم بزاف الاخوان صراحه. الاخوان راه اي واحد كيصور فيديوهات في اليوتيوب تحيه ليه مع هذا النمبر هذا ومع هذا الفيديو هذا. كنشكرهم لان كيتعبوا بزاف باش يوصلوا لكم مثلا، ولا يوصلوا لنا شي لقطات او بعض المناطق اللي كيصوروها راه كيتعبوا عليها بزاف باش كيبينوها لنا حنا. وراه يعني صراحه خاص تقدرونا ونقدروا يعني الاخوان ديالنا اللي كيدير الفلوق يتسرم مثلا في المغرب او خارج المغرب. اخوان البلاصه هذا كيقول لها هذه اللي كيقول لها اج بن قاسم، هذا السوق، سوق السبت كيقول لها اج بن قاسم. كما كتشوف هنا الشاطوات، انا غنزيد نقرب ونوريكم مزيان. وهذه العروبيه ديالها اصلا اللي هذه الطريق اللي جيتو، وهذه الطريق ديال تيفلت. والاخوان انا اسف الكاميرا خوات ليا، ما بقاليش فيها بزاف. غادي نصور لكم على البلاصه هذه وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. البلاصه اللي كنتم الاخوان، هذه المدرسه، هنا داك الشاطوات اللي كيتبانو بعاد. السلام عليكم اخوان، كما كتشوفوا هاد البلاصه هادي، البلاصه هادي ديال الجامع، وهاد الشاطوات ديال الماء، هادي البلاصه كيقولها اج بن قاسم. هنا السوق راه مازال قدام شويه مور هاد الجامع هذا، كما كتشوفوا هنا هذا هو الجامع، الجامع ديال 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 السد. هنا هادو القهاوي كما كتشوفوا، فيلا صغيور، يعني هاد البلاصه هادي اللي كاينه. يلا كتشوفوا هذا هو السوق، هذا هو الصور ديال السوق، هذا فين كيعمر السوق، الدراجة كيصغب هنايا. المهم هذا هو السوق ديال السبت اي تبع بن قاسم،